أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع 15. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، الأسبوع 15. كونوا معي. بعد ذلك سننتقل إلى نص أبيات من الغزل العذري، وهي أبيات لأبي صخر الهذلي: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذعر. أيضا سننتقل إلى أبيات للصمة بن عبد الله القشيري. أيضا سننتقل إلى أبيات لعبد الله بن الدمين. بعد ذلك سنتعرف إلى الشعراء الموجودين والمذكورين وإلى عصر كل منهم. سنتعرف أيضا إلى الغزل العذري العفيف، وكيف يبين صدق الشعراء ونبلهم وتساميهم في الحب، لما تكشف عنه من حالة العشق النفسية، تواصل مع الموجودات من حوله ورغبته في وصال محبوبته، أثر الفراق في نفسه وجسده. وأيضا سندخل في تفاصيل أبيات كل من شعرائنا. وكالعادة أعزائي الطلاب، سننتقل إلى أسئلة الدرس. أسئلة الدرس: أفهم المقروء وأحلله. سنفسر معاني الكلمات التي تحتها الخط، ومن ثم سنذكر جذرها. ننتقل بعدها لنبين دلالة العبارتين المخطوط تحتهما في البيتين الآتيين: خلي عينيك تدمعا وقد زعموا. أوضحوا سبب غبطة الشاعر أبي صخر الهذلي وحسده لكل أليفين من الوحوش والحيوانات. أبحثوا في الأبيات عما يوافق ومعنى الأبيات التي ستكون في السؤال الرابع. تتنازع الصمع القشري في أبياته مشاعر مختلطة بين الحنين إلى محبوبته وديارها والرغبة في الابتعاد والنأي. سنقرأ الأبيات ومن ثم سنوضح سبب ندم الشاعر وأثر ذلك في نفسه. نفسر سبب استخدام الشاعر ضمير المخاطب في حديثه مع نفسه. أتذوق المقروء وأنقده. استعمل الهذلي في مطلع أبياته محسناً بديعياً هو المقابلة. ما الغرض من توظيفه لهذا المحسن البديعي؟ نوضح أثره الجمالي ودوره في إبراز شدة حيرة الشاعر. يعد الاستفهام أسلوباً بلاغياً، وتتعدد أدواته من قبيل الهمزة: هل، ما، متى، أين، ويخرج لعدد من الأغراض مثل النفي والتوبيخ والإنكار والتقرير والتأكيد والتعجب والتبني. هنا سنحدد مواضع الاستفهام وأداته وأيضا الغرض منه. بعد ذلك سننتقل إلى نص الاستماع. سنتعرف إلى العبقريات ونتوقع اسم الشخصية التي سنستمع إلى مقتطفات من سيرتها. أيضا سندخل في فن السيرة الغيرية. ماذا نعرف عنها؟ تذكر أننا درسنا سيرة غيرية، وهي الأميرة وبنت الريح، وسنتذكر ذلك. أيضا سنتعرف إلى المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، حيث وصف بأنه إداريا
وأستاذا جامعيا يصف علاقته بطلبته داخل قاعة التدريس، علاقته بطلبة الدراسات العليا، المنهج الذي اتبعه معهم يعرض جانبا من شخصيته بوصفه ناقدا أدبيا، وأيضا علاقته بأولاده من جانب تربوي. هذا النص الذي سندرسه هو أحد فصول كتاب إدوارد سعيد أماكن الفكر، وهو سيرة غيرية تترجم حياة إدوارد. كان رائدا للدراسات بعد الاستعمار وناقدا وأدبيا واسع الثقافة، لهذا الكتاب له قيمة كبيرة، فهو قراءة غير مباشرة لفكر إدوارد سعيد، تأويل جديد لسيرته الذاتية خارج المكان. وأيضا سندخل في أدب السيرة الغيرية، وهو نوع من أنواع أدب السيرة يعنى بدراسة حياة شخصية ما وسرد أخبارها المروية عنها، تحليل الظروف التي أحاطت بها، عصرها، بيئتها، مولدها، نشأتها، تعليمها، وكشف أثرها في شخصيته وخبراته وآرائه. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع 15. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.